بداية دكتور علي، وصلنا على مشارف الشهر السادس تقريبا من الحراك الشعبي الجزائري، وما زال الانسداد السياسي سيد الموقف في الجزائر حتى هذه اللحظة. يعني لم يتقدم الحوار السياسي أي خطوة، ولم يتراجع أيضا في المقابل الحراك الشعبي عن مطالبه أي خطوة أيضا. قراءتك بداية للمشهد في الجزائر؟ نعم، بالنسبة للمشهد السياسي في الجزائر دعنا نلخصه فيما يلي. نعم. بداية، أولا الحراك ثابت ومنسجم مع مطالبه. نعم. مطالبه منذ البداية، مطالبه القاضية طالب برحيل رموز النظام، بالذهاب نحو انتخابات حرة ونزيهة بضمانات، أي تغيير ظروف الانتخاب وليس الانتخاب بحد ذاته. نعم. هذا واضح واصبحت يعني بديهيه وواضحه لكل ليس فقط في الجزائر، كل من يتابع الحراك الجزائري يفهم المعادله الان. من جهه اخرى، هناك سلطه فعليه، هناك المحدد الثاني او المتغير الثاني، هناك الجيش الذي يقود، ربما قد تقول لي واجهه سياسيه في شكل عبد القادر بن صالح رئيس الدوله. نعم. انا اقول لك ان السلطه الفعليه هذه ايضا اصبحت من المسلمات في المشهد السياسي الجزائري. الجيش هو الذي صاحب القرار وهو السلطه الفعليه. الان ماذا هناك؟ ماذا حدث حتى وصلنا الى بعد مرحله ربما تقدمت فيها الامور نسبيا، خاصه فيما يتعلق برحيل بوتفليقه ثم فتح ملفات الفساد، وهي نعم. مطالب لا يمكن ان ننكر انها مطالب مركزيه للحراك، لكن في الشان السياسي في المطالب الحقيقيه توقف المسار. لماذا؟ لأنه لا يوجد مبادرة حقيقية من طرف السلطة الفعلية لحل حالة الأمور.